مش عارف حضرتك شفت المقدمة اللي أنا قلتها على بداية ميلاد تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية، يعني أظن إنها كانت بالغة السوء، يعني في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على يعني في النص الأولاني من القرن الماضي في سنة 39 وقت ما أنشئت هذه الوزارة كانت يعني مآسي اجتماعية، نستطيع أن نقول أنها مآسي اجتماعية، نسبة الفقر والفقر المدقع والعدم نسب هائلة جدا من عدد سكان مصر وقتها. الأهرام مثلا كان قبل شهور من صدور المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، الأهرام وهي كانت وقتها صحيفة لا يمكن وصفها بأنها تقدمية مثلا أو يعني منحازة للأغلبية الساحقة من سكان مصر، يعني بالكتير قوي نقول عليها صحيفة محافظة. كانت وقتها محافظة، وصفت الأوضاع الاجتماعية بالذات في الريف أو وصف يعني مروع الحقيقة، يعني بتتكلم على أنه الفلاحين والفقراء في المدن، لكن حتى وتوقفت عند فقراء المدن بالذات وقالت انهم في حالة بؤس شديد جدا، لا فهو لا مش عارف يعني يعني يعيشون في الظلام، ده تعبيرات صحيفة الأهرام وقتها، وهي مقدمة الكلام ده بأهمية ان يبقى في وزارة، كانت بتطالب بوزارة للشؤون الاجتماعية انهم يعيشون في الظلام وتنهشهم الامراض والسل بالتحديد ويلتقطون بقايا الطعام ويفترشون الارض في الشوارع والازقه، وانه من يتوفر لهم مساكن فهي مساكن اقرب للجحور وقذره وراتبه، يعني الوصف الاجتماعيه وقتها. وجت وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل هذه الأوضاع والقائمة الكبيرة جدا اللي أنا أشرت لبعضها من المهام اللي كانت مسندة إليها. هل ده كانت محاولة بالذات؟ دي كانت وزارة الحرب، دي 39، دي بداية الحرب العالمية الثانية والظروف العالمية واللي أثرت على مصر تأثير كبير، وقتها كانت واقعة تحت الاحتلال، مصر كانت واقعة تحت الاحتلال. هل هي يعني وجود الوزارة ده أثر فعلا في التخفيف من المعاناة الاجتماعية الهائلة اللي كان بيعاني منها المصريين؟ شوف، يعني أنا هعلق على الكلام تفضلت بيه ثلاث تعليقات. تفضل. الأول أن نضع إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار واسع أوسع، يعني لم تنشأ عندنا فقط وزارة من الشؤون الاجتماعية. نشأت مثل هذه الوزارات أيضا في العالم المتقدم، في أوروبا في وزارات الشؤون الاجتماعية. وهذه الوزارات هي وزارات حديثة النشأة، كلها يعني حديثة النشأة طبعا. حتى في الخارج هي وزارات حديثة النشأة، يعني الوزارات التقليدية وزارات التعليم كانت تسمى وزارات التعليم حتى قبل أن تصبح وزارات للتربية، ووزارة طبعا والخارجية والداخلية والدفاع الأخيرية، فنشأت الحاجة إلى وزارة للشؤون الاجتماعية. التعليق الثاني أنها ضرورية بشكل أكبر لدينا نظرا للمسائل الاجتماعية الهائلة التي كانت موجودة في مصر. الوضع الاقتصادي والاجتماعي بينتج فقر، بينتج فقر شديد جدا. نعم. وبالتالي هذه الوزارة نشأت الحاجة إليها. الملحوظة الثالثة أنني أعتقد أن هذه الوزارة المفترض ألا توجد. يعني إن كانت وزارات الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات قامت وأمكن أداء وظائفها بشكل فعال وفعلي تماما، فلن تكون هناك حاجة إلى معالجة ما يعني طبعا تفضلت في المقدمة الفقر والأمراض إلى آخره. ولكن لوحظ وليس في مصر وحدها أن الأنظمة الإدارية السياسية القائمة لا تنتج حلا كاملا لكل المشكلات، وبالتالي لابد أن تنشأ وزارة بمثابة وزارة المطافئ
التي تعالج تطفئ الحرائق بالضبط ما لا يمكن المحارق الحقيقيه اللي بيعيش فيها الناس. واسمحني ان اضيف ان ما تفضلت به بشان اختصاصات الوزاره في الواقع هي كلها اختصاصات تتعلق بالمجتمع. نعم. وليس بالمجتمع، يعني مثلا الـ 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 السكان. نعم. الفن. مصلحة السجون، الجريمة هي مصلحة، مسألة يعني هو الحقيقة أنا عايز أعرف إيه الـ يعني إيه المبرر المنطقي لأنه تبقى دور السينما وال أعتقد ما كانش لها وزارة، يعني بعد ذلك أنت لو نظرت في اختصاصاتها ستجدها أنها وزعت فيما بعد على وزارات حديثة أخرى. زي العمل مثلا. مثلا مثلا مثلا. انما الاذاعة مثلا ما كانش وزاره للاذاعه. طب تتبع لمين؟ تتبع لمين؟ وستجد انه في الخمسينات نشا المركز القومي للبعوث الاجتماعيه والجنائيه. ده هو تبع دلوقتي وزاره الشؤون الاجتماعيه. ولكنه قرن الجنائي بالاجتماعي. نعم. لان الجريمه هي مساله اجتماعيه. وبالتالي السجن مش بيقول لك اصلاح وتهذيب. اصلاح وتهذيب.